أصحاب الفرح مسلمين، ولاد أبو بطيحة من قرية أبو جرين هيجوزوا ابنهم علي عبد الرحمن، وهيحيي الفرح الرئيس ماهر والرئيس هاني مكرم المنياوي، وأخوهم التالت ملاك هو نوطش الليلة. أشرف ورقة تحية لبرنامج مصر تغني. أشيك ورقة تحية للقناة الأولى. يعني إيه نبطشي؟ نبطشي أهم حاجة في النبطشي إنه يستقبل الناس اللي داخلة. الناس اللي عملت الواجب في الفرح، اللي ماشية بلاد وتعبانة لازم برضو تاخد واجبها وهي طالعة. يعني ايه تاخد واجبها؟ يعمل ايه؟ يعني لازم هو داخل لازم سلام واستقبال. سلام وتحية لأي حد. انت اللي بتمسك الحديدة. عشان التحيات، عشان الشباب تفرح، نفرح مع بعضينا، بيحبوا اللون الجديد طبعا. بكل أدب والسعيد هنا وتقدم الفرقة. ده لازم. أقدم كل واحد من الفرقة. وبيسموه في أماكن تانية شاويش؟ في شاويش أفراح. شاويش أفراح. عشان التحيات وعشان برضو الاستقبال للناس. ده ليه مواصفات معينة؟ يعني لازم الشاويش ده يبقى عنده مواصفات محددة كده؟ أهم حاجة الكاريزما. القبول. البهجة في وش الناس. الاستقبال صح. إن أنت في فرح، بنفرح كلنا. فلازم يبقى صاحي لازم يبقى قاعد فايق للي حواليه كله، عشان انت الشباب بترقص وحد داخل في نفس الوقت، عينيه هنا وهناك. ده لازم. حبيبه حضرة النبي اللي يرفع ايده لفوق كده ويسمعنا السقف ونصلي على النبي. جميلة لكل الناس اللي قاعدة سهرانة معانا. هنعيش ونستمتع مع فرقة ابن الأسطورة بقيادة الماسترو الأستاذ فريد حمدي. انت ابن مكرم المنياوي. ملاك مكرم المنياوي. ملاك مكرم المنياوي. دخلت كمان آلات جديدة في الفرقة ما كانتش موجودة قبل كده. منها الدرامز. انا اصلا عازف درامز اساسا. في الاساس. منين جات لك فكرة دخوله على الفن الشعبي؟ حبيت استخدم الآلة في المكان ده. اصنفها في المكان ده. الدرامز آلة غربية. طب دخلت في الشعب في القاهرة وفي الكلاسيك. وفي كتير. طيب في الفن الشعبي ما تدخلش ليه؟ ما انا مش لازم ممكن اعمل دوشه او حاجه، لا، ما كل يعني لازم اصنفها هنا، اتصنف هنا صح. فتعلمت الدرامز، اشتغلته، صنفته صح، اشتغلت مع والدي درامير برضو درامز قبل وفاته. اوكي. كان بيحب يسمع الشغل ده، شغل فيه روح حلوه. اهم حاجه اطلع من الاله روح، اخلق منها روح، اصنفها في مكانها. ايه اللي عملته آلة الدرامز في الفن الشعبي او مع شغل مكرم المنياوي الله يرحمه؟ طبعا في النحاس بتاع الدرامز ده بيعمل صوت في الفرجة حلو. البريك لما بيتعمل في مكانه بيبقى عامل روح حلوه. فعملت لون جديد، عملت موضوع جديد في قلب الموضوع.